قصيدتي بعنوان السلام. سلام، هل سيأتينا السلام؟ نعم يأتي إذا صدق الأنام. شعوب قد أتاها الموت حضنا، وصار على طفولتها انعدام. طفولتهم تئن على أمان، وتبعدهم عن الدار اجترام. فلا عيش يطيب بها، ولا هم يراودهم أمان أو منام. طبعا أحب بداية أن أشكر كل الحضور شخصا شخصا أو فردا فردا، كل حسب مقامه ومركزه القانوني والاجتماعي والمهني أو الوظيفي. فعلى المناصب وعلى الوظائف بالتأكيد الكل سواسية في موضوعنا الأساسي، وهو تعزيز ثقافة التعايش السلمي. ولكن عندما نتكلم عن التعايش ونتكلم عن الموصل ونتكلم عن النيل، يجب أن لا ننسى بأن الموصل بعد 2003 عانت من مرحلة صعبة جدا، والمرحلة الثانية كانت مرحلة ظهور داعش الإرهابي، وكانت أصعب بكل تأكيد. ونحن الآن نعيش في هذه الأجواء وهذه الظروف الطبيعية في الموصل. يجب أكيد أن لا ننسى دماء الشهداء، شهداء من كافة صنوف قواتنا الأمنية، من الجيش والجيش مركع والحشد والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية وحتى المدنيين. رئيس مجلس نانا والمحترم، السادة والسيدات الحضور، باسمي ونيابة عن قيادة عمليات نينوى وتشكيلات، أبارك لكم مؤتمركم هذا، وأتمنى أن يكون خطوة متقدمة في طريق الاستقرار لمحافظة نينوى. نعاهدكم من هذا المكان، نعاهد الأخ رئيس المجلس، نعاهد كل الأخوات والأخوة أن نبقى كأجهزة أمنية بقوات مسلحة ومناء على التراب العراقي أوفياء كل الدمار التي سالت لدفع مر إعادة نينوى. نعاهد أهلنا في محافظة نينوى اليزيديين المسيحيين والعرب المسلمين والمسيحيين وكافة الأطياف أننا مجيرين للجميع للكل، وأننا سنبقى إن شاء الله كما كنا دائما أخوة متحابين، وإن شاء الله نرى الموصل تعود عروس العراق وتعود قبلة لكل العراقيين إن شاء الله. أيها القادمون من خارج الحدود، لا تتمكنوا أن تسقطوا القلب والعقول.